I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Yo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخوان؟ عساكم طيبين إن شاء الله وتكونوا بصحة وسلامة وبألف خير إن شاء الله يا شباب. قبل أن نبدأ حاب أعلن عن كلام مخصص للمجتمع العربي لصناع المحتوى والمحترفين، فاللي حاب ينضم للكلان كل اللي عليك تكلمنا في الانستغرام في الخاص وراح نرد عليك في أسرع وقت ممكن، وبس هذا اللي كان عندي. فقبل أن نبدأ المقطع لا تنسون النشر والاشتراك، اللايك أو الديسلايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية. فخلونا نبدأ في المقطع. ومقطعنا اليوم يا حبايبي عبارة عن نسخ الايركرافت من صاحبك واستبدالها بالأصلية بالطريقة الجديدة، تمام يا حبايبي؟ ونخش في متطلبات الجريتش. أولا يا شباب نكون في سيرفر خاص، أوكي يا حبايبي زي ما تعودنا في سيرفر خاص. طيب نخش في متطلبات الجريتش. طيب اللي نحتاجه اللي أنا أبى أنسخ، أوكي يا حبايبي، تكون معايا الشاحنة، وداخل الشاحنة يا شباب تكون اللي الباي 3، تكون بيرسونال فيكل ستورج يا حبايب. طيب وتكون داخل الشاحنة سيارة ما تكون عندك منها اثنين، اوكي؟ يعني ما تكون عندك منها اثنين، تمام يا شباب؟ تمام؟ انا يعني بشتري هذا اليونيت، تمام؟ اوكي ما يفرق، اي يونيت يا شباب او اي سيارة تحفظون الاسم حقها، تمام؟ زي ما تشوفون انا طالب ومجهز اليونيت، طيب؟ واللي يحتاج الشيء الثاني انا اكون مقلتش بجلتش الكازينو او الارينا او الكلوب او النايت كلوب يا شباب. طيب وخوي يجيب اللي هو الايركرافت المهكر حقته، تمام. الان كل اللي علي يا شباب اطلع الونيت اللي داخل الشاحنه، تمام يا حبايبي اللي كلمناكم عنه، اوكي. نعلق على التاتش باد وبعدين نروح سيرفيس بعدين موبايل اوبريشن سنتر بعدين ريكويست بيرسونال فيكل او فيكل او اي شيء، المهم يا شباب. الان ننتظر الونيت رسبن، زي ما تشوفون رسبن الونيت ورانا يا حبايب. طيب الان كل اللي علي اركب انا وخويي، تمام تمام يا حبايبي. الان خويي يا شباب يعلق على سام تحت ويروح شخصيه فرانكلين، اوكي يا حبايبي، يعني زي كذا يوقف في الشاشه هذه، تمام يا حبايبي. الان انا اتوجه عند الشاحنه، تمام، يكون هو جاهز وانا اضغط سهم يمين ويعلق معايا بهذه الطريقه يا شباب، تمام. وانتظر بس ينزل صاحبي. الان نزل صاحبي من السياره. الان انا ارجع يا شباب زي كذا، وبعدها يا شباب اعلق على التاتش باد وبعدين اروح على موتور سايكل كلوب، تمام، واخفي السياره او من خيار الفيكل واخفي السياره يا شباب، اوكي. الان كمان اروح اخفي الشاحنه يا حبايبي، ارجع الشاحنه يا اخوان زي ما انتم شايفين، تمام. نرجع الشاحنه ورجعنا الشاحنه يا شباب. الان كل اللي علي اسويه اعلق على التاتش باد مره ثانيه واروح عند فيكلز واروح اطلب الايركرافت حقتي يا شباب الاصليه اللي في البانكر، اوكي يا حبايب. الان ننتظرها ترسبن، تمام، ان شاء الله يكون الشرح حقي واضح باذن الله ما في اي تعقيد، تمام. زي ما تشوفون رسبنت معايا الايركرافت حقتي، اوكي يا حبايبي زي ما انتم شايفين. الان نجيبها بهذه الطريقه، ننتظر تقريبا يا اخوان من 10 الى 30 ثانيه يا شباب عشان يقرا السيرفر انه احنا طلبنا الايركرافت حقتي الاصليه يا شباب، اوكي يا حبايبي. وبعد ما نتاكد انه مرت تقريبا 30 ثانيه يا شباب كل اللي علينا يا شباب نرجع الايركرافت يا حبايبي لمحلها، تمام. نعلق على التاتش باد يا اخوان، اوكي. بعد نعلق على التاتش باد نروح فايكلز بعدين نروح اللي هي الكلمه الخامسه هذه، نرجع الايركرافت حقتنا يا شباب الاصليه، وبعدها يا اخوان اقوم اطلب الشاحنه مره اخرى، اوكي يا حبايبي. وبعد كذا لما اطلب الشاحنه، اوكي، زي ما تشوفون يا شباب استناها ترسبن الشاحنه يا اخوان، اوكي استناها ترسبن وحطها في المكان وارجع لكم مره ثانيه يا حبايبي. ورجعنا مره ثانيه يا حبايبي. الان كل اللي علي اروح انسخ الايركرافت، يحط خوي ظهره في الشاحنه يا اخوان، تمام، وانا اقوم اعلق على سهم تحت واروح شخصية فرانكلين بهذا الشكل، وبعدين يا اخوان اضغط دائرة، وبعدين يا حبايبي ادخل الشاحنة بشكل طبيعي يا اخوان، تمام. اول واحدة انتر الون، وبعدين يا حبايبي اعلق على سهم تحت، وبعدين بالجير اللي في اليمين اضغط على فوق زي ما انتم شايفين، وجاتنا رسالة حقت فرانكلين. اضغط دائرة يا اخوان
واجي انا مختفي يا حبايبي واقوم اركب الاير كرافت. اوكي يا حبايبي، زي ما انتم شايفين اول ما ركبنا الاير كرافت يا شباب جابنا بهذه الطريقه يا حبايبي تحت الارض زي كذا، لا تخافون ما صار شيء. وبعد ما يجيبنا بهذه الطريقه يا حبايبي تمام، كل اللي علي انزل من الاير كرافت. اوكي يا حبايبي، وراح انزل مختفي وننتظر شويات يا حبايبي بعدين تختفي الاير كرافت. تمام يا حبايبي، انتظر بس شويه تقريبا 20 ثانيه تمام. وزي ما تشوفون يا حبايبي رجعنا. الان يا حبايبي كل اللي علينا نسويه عشان نتاكد انه الاير كرافت رسمنا داخل الشاحنه، نعلق على التاتش باد وبعدين نروح سيرفيس، بعدين موبايل اوبريشن سنتر، وبعدين بيرسونال فيكل، بعدين ريكوست بيرسونال فيكل. اوكي يا حبايب، الان ننتظر شويه تطلع من الشاحنه الاير كرافت. تمام يا حبايبي، وزي ما تشوفون يا حبايبي الاير كرافت هذه هي زي ما تشوفون. الان يا حبايبي كل اللي عليك تسويه الان زي ما تشوفون جاتنا الاير كرافت حقتنا يا حبايبي. الان نعلق على التاتش باد ونروح عند الملابس ونغير اي لبس يا حبايبي. زي ما تشوفون انا يا حبايبي غيرت اي شيء، ونشوف الدائره البرتقاليه تجينا تحت يا حبايبي زي ما انتم شايفين جاتنا الدائره البرتقاليه، وتاكدنا انه جات الدائره البرتقاليه. الان يا حبايبي كل اللي عليك تسويه تغلق التطبيق وبعدين تخش سيرفر خاص وبعدين تكمل معي الخطوات. اوكي يا حبايبي، الان انا يا اخوان ابى اطفي الشريط، اوكي يعني كلوز ابلكيشن، وبعدين برجع لكم في سيرفر خاص مره ثانيه يا حبايبي. ورجعنا لكم مره ثانيه يا حبايبي، الان مره ثانيه ورجعنا في سيرفر خاص مره ثانيه يا حبايبي بعد ما اغلقنا التطبيق. الان نرجع الدباب، اذا كنت بدباب ولا بسياره رجعها يا شباب، رجعونا يا شباب. طيب الان يا حبايبي نروح نتوجه للبانكر. اوكي ندخل داخل البانكر تمام يا حبايبي، وراح نشوف ايش قدامنا. وزي ما تشوفون شباب دخلنا داخل البانكر. طيب الان راح نشوف يا شباب جنب الشاحنه وش راح يكون يا حبايبي. طيب زي ما تشوفون يا حبايبي اذا لقيتم المكان مختفي كذا معناته كذا اموركم في السليم وجلتشكم ضبط 100%. اوكي الان يا حبايبي بعد ما شفنا انه المكان فاضي زي كذا بهذه الطريقه، طيب يا حبايبي الان نخرج من البانكر بشكل طبيعي. الان نخرج من البانكر. اوكي يا حبايب، طيب يا اخوان الان زي ما انتم شايفين الان يا حبايبي اعلق على التاتش باد. اوكي اعلق على التاتش باد ونطلب الاير كرافت الاصلي. تمام يا حبايب تمام. اوكي نروح نعلق على التاتش باد وبعدين نروح فيكلز وبعدين ريكويست اللي هي الاير كرافت. زي ما انتم يا شباب طلبنا الاير كرافت الاصليه، وراح يا اخوان يرسبن معانا اللي هو الونيت اللي احنا طلبناه اللي بالشاحنه في بدايه المقطع. اوكي يا حبايبي الان زي ما تشوفون رسبن معانا اللي هو الونيت كذا، اموركم 100% والجلتش معاكم ضابط ان شاء الله 100%. وبعدها يا حبايبي نروح نتوجه في البانكر. اوكي فانتبهوا يا اخوان، اهم شيء ما يتفجر عليكم الونيت، لانه لو تفجر راح يجيكم مكان ميت. انا انبه يا اخوان وانتبهوا منه، يعني لازم تكونوا حريصين في هذا الجلتش وتكونوا تطبقون الطريقه 100% معايا زي ما انا اسوي عشان ما تواجهون اي مشاكل. اوكي حبايبي الان ناخذ الونيت وندخل فيلو داخل البانكر. طيب يا حبايبي الان نروح نتوجه عند الشاحنه. اوكي يا حبايبي زي ما انتم شايفين بشكل طبيعي يعني نتوجه عند الشاحنه يا اخوان، ونروح عند الشاحنه ونكبس سهم يمين او نضغط سهم يمين، راح يقول لنا فل يا اخوان، وبعدها نضغط اكس. وزي ما تشوفون يا حبايبي كذا نقول تقريبا مبروك عليك 100% نقلت الاير كرافت اللي هي بالاصليه حقتك يعني المهكره او الاصليه مثلا الى حقت صاحبك. الان نخرج من البانكر يا شباب بشكل طبيعي، يعني نسخنا حقت خوينا خليناها عندنا الاصليه. اوكي يا حبايب الان زي ما تشوفون نلف الشاشه، وزي ما تشوفون يا حبايبي اتهكرت معانا الاير كرافت. تمام يا حبايبي زي ما تشوفون اتهكرت معانا الاير كرافت. وبس يا اخوان كذا يكون خلصنا المقطع، وكذا يكون انتقلت معانا الاير كرافت حقت خوينا للبانكر وصارت الاصليه حقت، وتقدر تطلبها براحتك
وبس يا حبايبي، يكون هنا وصلنا نهاية المقطع. فلا تنسون يا اخوان باللايك والاعجاب والاشتراك، ولا تنسون تخشون اللي هو المجتمع حقنا اللي بظهر لكم اياه امامكم في الشاشة، ولا تنسون تخشون روابط الكلانات حقتنا والواتساب، واللي حاب يستفسر عن شيء ولا شيء يكلمني في انستغرام، كله بحطها الروابط حقتها في انستغرام في الديسكريبشن معليش، ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الله.